ما إلك حد. هاي المناقل تشوي براحتك، تستمتع، بتمز على أكلاتك وغير شكل، استمتعوا. كيفكم؟ اليوم رايحين على عجلون، على محمية غابات عجلون. غابات عجلون أخذت من أحسن 100 موقع بال 2018 عالمياً. جوك وين؟ برعاية دجاج الطاحونة، برجر ميكرز، وأكيد بدنا نتشكر شركة بسطامي وصاحب التجارية وكلاء نيسان على السيارات اللي قاعدين بيقدمون لنا إياها. يعني مثلاً اليوم معنا نيسان باتروك من أروع ما يكون. أكيد جوك وين؟ بالشراكة مع أردننا جنة بدعم من هيئة تنشيط قطاع السياحة. يا أخوان قد ما عجلون جميلة والإطلالات بتخوف، ما قدرت وقفت السيارة. والله إنكم تشوفوا، شوفوا كيف طبعاً في استراحات زي ما شايفين ورانا، استراحة بسيطة وحلوة وإطلالتها بتجنن. بالمناسبة من أحلى الخيارات لما توصل المحمية إنك تاخد كوخ وتعيش تجربة الكوخ جوا غابة. أكواخ مجهزة بالكامل وآمنة وبتجنن. ما عليكم غير إنكم تحجزوا. مشهد خرافي. تعالوا نكمل الجولة. تعالوا على البلينج اريا تبعت الأطفال. طبعاً حابين نحكي لكم في مطعم مجهز بالكامل لخدمتكم عشان ما تاكلوا هم موضوع الأكل. وبالمناسبة للي عنده أطفال، في منطقة مجهزة بالكامل للأطفال، ألعاب أطفال وتسلية وأكثر من هيك. تعالوا شغلة مهمة جدا للي مش حابين يطلبوا من المنيو الموجود بالمطعم، تقدر تجيب دجاجاتك من الطاحونة مقطعات مجهزات، وعن طاحونة موجودة بكل مكان، ما إلك حد. هاي المناقل تشوي براحتك، تستمتع، بتمز على أكلاتك وغير شكل، استمتعوا.
لما توصل محمية غابات عجلون أكيد لازم تزور الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة. خلينا ندخل عند الملكية الجمعية الملكية. طبعا ريحة الزعتر والمأكولات بتجنن، ريحة بتشهي. خلينا نشوف شو القصة. بيت البسكوت، بيصنعوا بسكوت. تعال. طبعا معظم المنتجات الموجودة هون صنعت باليد من سيدات المجتمع المحلي. صدق اللي قال، عجلون جنة. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من محمية غابات عجلون، تجربة أكثر من رائعة. بنصحكم بالمكان لتشموا الهواء النظيف وتستمتعوا وتغيروا جو. يعطيكم العافية، واستنوني بمكان جديد.